السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من 11 القسم 2 حفظ الزخم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 10. نقرأ المسألة. أول شيء، اصطدمت شاحنة كتلتها بمؤخرة سيارة صغيرة ساكنة. كتلتها تحركتا معا بهذه السرعة. احسب مقدار السرعة الابتدائية للشاحنة وذلك بإهمال الاحتكاك بالطريق. إذا بتقرأ أول شيء المسألة قراءة أولى وبتحط خطوة تحت الأفكار الأساسية والمعطيات الأساسية، وبعدين بتلخص. MC هي كتلة الشاحنة، MD كتلة السيارة الصغيرة. قال لي السيارة الصغيرة ساكنة، إذا السرعة الابتدائية للسيارة دي صفر. تحركوا معا، إذا السرعة المشتركة لي دي وسي هي 8.5 متر لكل ثانية. إذا سألت على الاتجاه فيني أقول في الاتجاه الموجب. المطلوب ما مقدار السرعة الابتدائية للشاحن، يعني VCI. إذا قدرت تقرأ المسألة وتلخصها بهذه الطريقة الحل سهل. بتطبق قانون حفظ الزخم. هذا يمثل زخم C قبل، وهذا زخم D بعد، هذا زخم C و D معا بعد، لأن قال لك تحركتا معا. ما المطلوب B؟ هذا هو المطلوب. إذا ننقل هذه لهنا. أنا هون عوضت، يعني عوضت قبل ما أرتب، ممكن عوضت بهذا الشكل، وبعدين منقسم الطرفين على 2575 كيلو جرام بهالطريقة هذه، فبتطلع عندك تحسب تطلع VCI 11 متر لكل ثانية. إذا قلنا في الاتجاه هتكون بنفس الاتجاه. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.